السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو. اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على بطاطا اللي غادي نعمروها بالكفتة، وكتجي رائعة، كتجي من اروع ما يكون وسهلة. انا غادي نقشر البطاطا هكا، كنقيها وكدير الحبات ديال البطاطا كيكونوا كلهم قياس واحد، يعني كنختاروا البطاطا اللي كتكون قياس واحد وكتكون حجم متوسط، ما كتكونش كبيره بزاف ما تكونش صغيره بزاف، تكون متوسطه. كنستمروا عليها حتى كنقيوها، كنحيدوا هاد الشوائب اللي فيها. بعد ما غسلناها مزيان وغادي نقطعها هكا على العرض ديالها. صافي، بعد ما قطعتها انا غادي دابا غادي نجي من الوسط ديالها وغادي نخويها، غادي نحفرها. كندير الماء بحال هكا كيتغلى وكندير شويه ديال الملحه. صافي، غادي نبدا نحفر البطاطا وكله سهله وبسيطه وكتعجب الوليدات، علاش ما نوعوش ليهم. كنخليها شويه رقيقه بحال هكا ولكن محفره من الوسط، وهداك الوسطانيه ديك الوسطاني ديالو ما غاديش نضيعوه، حتى هو غادي نسلقوه. لهنا تبعت معكم الخطوات، انتم شفتوا. صافي، كنستمر عليها وكنسلقها بحال هكا، غير نص سلقه ما كنسلقهاش بزاف. صافي، بعد ما كتغلي عليها 5 دقائق راها كافيه. صافي، كنحيدوها باش كنسقطروها تنشف. شفتوا راه باقا شاده، واخا كنهزها بحال هكا ما كتفتتش. صافي، غادي نحطوها تبرد. هاد الكاسرون غندير فيه ديك البطاطا اللي داك الوسطاني ديالها، وغادي نخليه حتى هو واحد 5 دقائق تغلى عليه، ونخليه 5 دقائق راه كيطيب. لان هنا كتجيب واحد المقلة وكندير شوية الزيت وكنقلي هاد البطاطا، ما فيها باس مرة مرة بحال هكا نقليو لوليداتنا، ولكن راه هي مسلوقة ما كتهش الزيت. كي سلقنا البطاطا وخليناها شويه نشفات راه ما كتهش، ما كتاخذش معنا الزيت. تنقليوها غير نص قليه، ما كنقليوهاش حتى كتحمر بزاف. نتوما شفتوا معايا، صافي قلبناها. كنستمر على البطاطا ديالنا حتى هنا عندي تقريبا كيلو ديال البطاطا. صافي، بعد ما كتسلق حنا هنا انا درت لاصوص، درتو كيطيب، درت واحد جوج حبات ديال المطيشه، راه تحذف لي الفيديو. جوج حبات ديال المطيشه، درت التوابل، درت الثومه، شويه القزبر المعدنوس. صافي، وطحنتهم ودرتهم كيطيبوا. صافي، بعد ما نكتلوها غادي نرمي الرمية الثانية. وصدقوني راه بحال هكا ما كتهش الزيت، كتجي ناشفة. صافي، هنا غادي نجيب واحد نص حبة ديال البصلة، كنقطعها هكا مرصوات صغار. استمر عليها حتى نقطعها. وعندي هنايا واحد 500 غرام ديال اللحم المفروم او الكفته، هذا كيبقى اختياري. الا ما كانش الكفته راه تقدروا ديروا لدان ديال ستر ديال الدجاج او لدان.
على حسب المتوفر. هنا غادي نبدا نتبل، كندير واحد المعلقه صغيره ديال الثومه بودره، كندير الكركم او الخرقوم البلدي، سكينجبير، كندير راس المعلقه ديال الابصار والفلفل الاسود. هنا كندير معلقه ديال التحميره او البابريكا او الفلفله حلوه، كندير الملح حسب الذوق، صافي. وغادي نعجنها. هنا كندير واحد المعلقه ديال زيت العود صغيره او زيت البلديه او زيت الزيتون، كل واحد كيفاش كيسميها. انا غادي نبدلها هكا في واحد الطاوه اللي كتكون كبيره، باش غادي ندلكها مزيان بحال هكا مع هاد البصله. صافي، بعد ما وجدنا الكفته ديالنا، انا غادي نجيب البطاطا وغادي نبدا نعمرها. كندير هكا كويرات على الشكل طولي، صافي. وكنعمر البطاطا ديالنا، كنبقى هكا تنجمعها لان فيها البصله شويه، ما يعني ما طحنتش البصله باش ما تطلقش داك الماء ديالها، غير قطعتها هكا طريفات. وهي الكبسه كتجي بحال مشويه، يعني كتعطي واحد النسمه زوينه في مع البصله، والبصله كتتواتى مع الكبسه. صافي، كنستمر عليها بحال هكا حتى كنوجد البطاطا ديالنا كلها، كنعمرها هكا بالكبسه. انا تبعت معكم هنا الخطوات مع بالنسبه للبنيات المبتدئين. هنا هاد الكفته اللي شاطت ليا، غادي نجيب هاد البطاطا اللي سلقت، صافي. غادي ندلكها معاها، كنمعسها هكا عيب المعلقه، صافي. كنخلطها مع هاد الكفته اللي بقات لينا، حتى هي كنحطها كندير كويرات. ما كتضيعوهاش، صافي. كنوجدوها، أكلة سهلة وكتجي بنينة وكتجي لذيذة، وجربوها. صافي، بعد ما وجدتها أنا غنجيب لاصوص اللي وجدت، وهذا طيبته حتى نشف. صافي، غادي نجيب واحد المول اللي كيدخل الفران، كنسرح فيه هاد لاصوص، وغادي نبدا نستف فيه هاد البطاطا ديالنا بالكفته بحال هكا. صافي، هادو الشاطوليه غادي نديرهم في مول فردي. صافي، كنجيب هاد البطاطا اللي فيها الكفته بحال هكا، وكنعمر بها هاد الجناب ديال لاصوص. يوجدناها، غادي ندخلها للفران على درجه الحراره 180، كنخليها غير 15 دقيقه راه كتكون موجوده. غادي نصوب اللي بقى لينا. انا درت هنا مول فردي صغير، بحال اللي بغى يصوب بحال هكا لوليداتو المول ديالو فردي، كل واحد يصاوب له بوحدو. كتحطيهم هكا، ديرهم في لاطا وكتدخليهم الفران. صافي، هي بعد ما وجدت معانا، الاكله ديالنا موجوده بالصحه والراحه.
ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.